بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكم وبسمة أمل جديدة. بسمة أمل النهاردة عاطفية جدا، بتتكلم عن الحب، بتتكلم عن عاطفة بين رجل وامرأة من أجمل ما تكون. أنا الحقيقة بسجل بسمة أمل ديا وأنا ما كنتش محضرها. يعني إيه؟ يعني أنا جاي الاستوديو عشان أسجل علشان ومحضر حاجات، فجأة وأنا قاعد أحد الناس المسؤولين الكبار في الراديو وأنا بسجل قام داخل عليا ومعاه اللابتوب بتاعه، فببص معاه في اللابتوب فلقيته منزل على الفيسبوك كلمة في يعني ذكرى معينة، فقلت له ممكن أقراها؟ فقال لي آه أنا منزلها على صفحتي، فقريتها فقلت لازم أقراها لكم. فعلا يعني والله يا جماعة ده لسه حصل دلوقتي حالا، يعني أنا ما كنتش محضر بسمة أمل اللي أنا بقولها دلوقتي. هو كاتب لمين؟ كاتب لمراته حبيبته، بس كاتب لها كلام هم 5-6 سطور، بس أنا قلت أنا هقولها في بسمة أمل. بيقول 11 فبراير يوم مهم جدا في حياتي، لأنه عيد ميلاد أهم إنسانة في عمري، زوجتي وبنتي وأختي وحبيبتي وصحبتي وأمي. 11 فبراير عيد ميلاد يثرب، يثرب ده اسم مراته. بيكمل ويقول يثرب التي أنعم بها الله علي لتكون زوجتي وتهديني أجمل هدية في الدنيا، نورهان ومريم دول بناته. يثرب اللي ساعدتني ووقفت بجواري، ولولاها فحياتي ما وصلت إلى شيء. يثرب صاحبة الفضل في كل شيء، كل سنة وانتي طيبة يا أجمل يثرب في الدنيا، بحبك. الله، أنا بقرأ الكلمات دي وبقول على فكرة يا جماعة هذا الرجل في الستينات من عمره لكنه بيحب مراته قوي، وعاطفة الحب هي اللي حركته إنه ينزل على صفحته على الفيسبوك الكلمات الجميلة دي. شوفوا تاني بيقول لها إيه؟ زوجتي وبنتي وأختي وحبيبتي وصحبتي وأمي. الله الله، لما تكون المشاعر متدفقة وفيها الحب الجميل ده. احنا ليه يا جماعة افتقدنا الحب في الزمن ده؟ بيقولك عملوا سيرش على جوجل ايه اكتر الكلمات اللي بيستخدمها الناس، بيعملوا عليها بحث على جوجل، الناس بتدور على ايه على جوجل، ففوجئوا ان كلمة من اكبر 10 كلمات بيحصل عليها بحث على جوجل هي كلمة love. الناس بتدور على الحب مش لاقيها. يا بخته اللي يلاقي الحب ويحافظ عليه. بسمة امل لكل واحد يشعر تجاه مراته انها زوجته وبنته وأخته وحبيبته وصحبته وأمه. كل سنة وانت طيبة يا يثرب، وبسمة أمل لكل إنسان يدخل السعادة على امرأة، على زوجته، على عيلته. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.